المدفع ده. كل ما بتيجي سيرة رمضان بنفتكر كل الطقوس والعادات اللي ما بنعملهاش غير في رمضان بس، بداية من السحور لتحضير الفطار، خصوصا أول يوم طبعا اللي كلنا بنفكر هنفطر فيه إيه من نص شعبان، لقرآن المغرب بصوت الشيخ محمد رفعت وتواشيح النقشبندي والمدفع والحلويات والتراويح وطبعا تفاصيل تانية كتير. بس يا ترى هل العادات والطقوس دي ليها أصول وحكايات ولا لأ؟ مبدئيا كده خلونا نتفق ان كل حاجة ليها حكاية، واحيانا كمان في حاجات ليها اكتر من حكاية، وممكن جدا الصدفة تكون بطلة الحكاية زي ما هنعرف كمان شوية. عشان كده انا قررت النهاردة احكي لكم حكاية المدفع والكنافة والقطايف وقمر الدين كمان عشان خاطركم. بس تعالوا نبدأ باول حاجة هنتكلم عنها النهاردة وهي المدفع، واللي بيتقال عنه 3 حكايات. بتقول الحكاية الأولى إن بداية المدفع كانت أول يوم رمضان سنة 859 هجريا و1455 ميلاديا في ولاية الوالي المملوكي خوش قدم، لما صاحب مصنع ألماني اداله مدفع هدية فأمر الوالي بتجربة المدفع ده. وبالصدفة الوقت اللي أمر فيه بتجربة المدفع كان هو وقت غروب الشمس بالظبط، فافتكر سكان القاهرة إن ده إذن ليهم بالفطار. وتاني يوم راح مشايخ الحارات والطوائف لبيت الوالي عشان يشكروه على هديته لسكان القاهرة، ولما عرف الوالي الحكاية عجبته جدا وأمر بإطلاق المدفع وقت غروب الشمس كل يوم رمضان طول الشهر الكريم. أما بقى الحكاية التانية فكانت في عهد محمد علي اللي اشترى عدد كبير من المدافع الحربية الحديثة في إطار خطته لبناء جيش مصري قوي، وفي يوم من أيام رمضان كان بيجري استعدادات لإطلاق أحد المدافع كنوع من التجربة، فانطلق صوت المدفع في نفس لحظة الغروب وأذان المغرب من فوق القلعة. وبرضه افتكر الناس إن ده تقليد جديد وطلبوا من الوالي إن التقليد ده يستمر طول شهر رمضان في وقت الفطار والسحور، ووافق محمد علي. وزي ما شفنا في الروايتين اللي فاتوا إن الصدفة هي بطلة الحكاية، ده برضو هنشوفه في الرواية الثالثة اللي بترجع لعهد الخديوي إسماعيل، لما كان الجنود بينظفوا أحد المدافع في يوم من أيام رمضان وانطلقت قذيفة بالغلط من المدفع مع أذان المغرب بالظبط، فاعتقد الناس إن ده نظام جديد من الحكومة للإعلان عن ميعاد الفطار. ولما عرفت الحاجة فاطمة بنت الخديوي الموضوع عجبتها الفكرة جدا وأصدرت فرمان باستخدام المدفع ده عند الفطار والإمساك وفي الأعياد الرسمية، ومن وقتها اتعرف المدفع باسم مدفع الحاجة فاطمة لحد ما اتغير بعد كده واتعرف باسم مدفع رمضان. تعالوا بقى نحلي حلقتنا ونعرف قصة الكنافة والقطايف ونعرف أنهي فيهم اللي ظهر الأول. في حكاية بتقول إن الكنافة والقطايف كانت حلويات الملوك والأمراء واقتصرت على الطبقة الغنية، لكن بمرور الوقت بقت حلويات كل الناس بكل طبقاتهم. بيقول روي الحكاية إن الكنافة أول ما ظهرت ظهرت في بلاد الشام، وإنها اتعملت مخصوص لمعاوية بن أبي سفيان أول خلفاء الدولة الأموية لما كان والي الشام، لأنه كان بيجوع جدا في نهار رمضان فوصفها له طبيبه عشان تشبعه وهو صايم، وعشان معاوية أول واحد اتصنعت له الكنافة اتسمت كنافة معاوية. رواية تانية بتقول إن الكنافة اتعملت لسليمان بن عبد الملك الأموي، ورواية تالتة بتقول إن تاريخ الكنافة بيرجع للمماليك والعصر الفاطمي، ورواية رابعة بقى بتقول إنها اتعرفت في مصر قبل بلاد الشام، وده لما تصادف دخول المعز لدين الله الفاطمي للقاهرة يوم 5 رمضان 362 هجريا، وخرج الأهالي لاستقباله بعد الفطار وقدموا له الهدايا اللي كان من ضمنها الكنافة، وبعدها عرفها أهل الشام عن طريق التجار. أما بقى القطايف فتاريخ نشأتها متزامن مع ظهور الكنافة، وفي أقاويل إنها ممكن تكون قبلها كمان. يقال إنها بترجع للعصر المملوكي لما صناع الحلوى كانوا بيتنافسوا في صناعة الحلويات، لحد ما واحد فيهم عمل فطيرة محشية مكسرات وعجبت الناس فكانوا بيتسرعوا على أطفها، ومن هنا اتسمت قطايف.
وفي رواية تانية بتقول إن الأصل في اسمها هو تشابه ملمسها الناعم مع ملمس قماش القطيفة. طبعا انتوا مش محتاجين بقى اقول لكم التطورات الفظيعة اللي حصلت سواء على الكنافة او القطايف، واللي بتختلف من بلد للتانية. فالكنافة مثلا بقت محشية قشطة او مكسرات او جبنة. وطبعا مصر لازم يكون لها السبق في الحاجات الغريبة، فعملنا كنافة المانجا والنوتيلا والفشار والكراميل المملح والكركديه وحاجات تانية غريبة كده. المضحك بقى في الموضوع انهم بقوا يسموها كنافة تو، قال يعني على وزن جاتو. وجوع بجوع بقى احب اقول لكم ان حتى القطايف ما سلمتش من التطورات الغريبة، فبقت بتتحشي شوكولاتة وساعات جبنة وساعات بتتعمل بشكل مش مقفول كده ويتحط جواها كريمة. والحمد لله انها جت على قد كده وما علينا. قبل ما نخلص حلقتنا خلوني احكي لكم حكاية قمر الدين، واللي برضو ليه اكتر من قصة. في حكاية بتقول ان الخليفة الاموي عبد الملك بن مروان كان بيحب يتجول مع قرايبه وضيوفه، وفي مرة حد قدم له شراب المشمش وعجبه، وانتشر بعد كده في مختلف الدول العربية وتعرف باسم عصير المشمش وبقى من المشروبات المفضلة عند المماليك. ويرجح ان سبب تسميته قمر الدين هو انه كان بيطرح في الاسواق قبل رمضان بيوم، عشان كده ارتبط اسمه باسم هلال الشهر الكريم وتسمى قمر الدين. رواية تانية بتقول ان سبب التسمية بيرجع لراجل سوري اسمه قمر الدين، كان وسيم ومشهور بعمل مشروب المشمش، عشان كده اتسمى المشروب باسمه. واعتقد ان دي الرواية الاقرب للواقع واللي ممكن تكون هي الصح. رواية تالتة بتقول ان سبب تسمية قمر الدين بالاسم ده بيرجع لعهد الخليفة الاموي الوليد بن عبد الملك، اللي كان بيؤمر بتوزيع مشروب المشمش فور ثبوت هلال رمضان، فارتبط المشروب بشهر قمري وبمناسبة دينية. وممكن برضو تكون دي رواية واقعية، لكن رأيي ان الرواية اللي قبلها اوقع بكتير. طبعا قمر الدين ما وقفش عن انه يبقى عصير مشمش بس، لا ده اتطور وبقى بيتعمل في اطباق وبيتضاف عليه مهلبية ومكسرات مختلفة مع إضافات تانية جديدة، وبقى من أهم الأطباق على سفرة رمضان.